بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله مع الدرس Lektion 3. Ich bin, du hast, er möchte. Sein haben und besondere Verben. فلدينا sein الذي معناه يكون haben يملك أو لديه und besondere Verben أفعال خاصة أو مميزة. فلدينا التصريفات Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. ونلاحظ أن wir زيل sie كالعادة. الأحمر طبعا الغير منتظم، والهام هنا لدينا اثنين غير منتظمة وهي الإش habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. ونلاحظ أيضا أن wir والزي نفس الشيء. بعد ذلك لدينا أفعال، بعض الأفعال. الاثنين الأولين من المودال فيرب، يعني المودال فيرب الذين في العربية عندما نستخدم المودال فيرب أو هذه الأفعال نستخدم الأن، يعني أريد أن أشتري مثلا، تمام؟ أو هل تستطيع أن تأتي؟ فالمودال فيرب هنا المشتن وموجن. möchten يريد، mögen مثل يحب أو يرغب. فإيش möchte، du möchtest، er, sie, es möchte هنا أحمر، wir möchten، ihr möchtet، sie möchten. طبعا mag، magst، mag، mögen، mögt، mögen. هنا طبعا wissen، نحن هنا لازم نركز كثيرا في الكتابة، لأن الكثير الذي يدرس يهتم للمحادثة وللقواعد وللكلمات وللحفظ وينسى الكتابة. وهنا مهم أن لدينا wissen اثنين أس، wissen، فنتلفظ بالاثنين. فهنا أصبح ich weiß، بما أن الدوبل أس أو النطق تبع الدوبل أس غاب نكتبه كذلك ونسميه أست. هذا في برلين هكذا تعلمته، وفي الجنوب لاحظت أنهم يقولون شافس أس، فبعضهم يسميه شافس أس، الأس الحاد شافس أس، وبعضهم يسميه أس ست. ويس ويس ويسن ويست ويسن. طبعا ich tue، du tust، er tut، wir tun، ihr tut und sie tun. وهنا بعض الأمثلة. أحد لديه سؤال هنا؟